جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2020 في البريد والتأمينات والبنوك خلال شهر رمضان بعد التعديل. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل النشرة، من فضلك انزل اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد، مع مجموعة متنوعة من الأخبار تهم العديد من أصحاب المعاشات والمواطن البسيط. هقول لحضراتكم العناوين وبعد كده نخش في التفاصيل. الخبر الأول بعنوان جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2020 في البريد والتأمينات والبنوك خلال شهر رمضان بعد التعديل. الخبر الثاني التضامن تبدأ صرف معاشات شهر مايو اليوم لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه. الخبر الثالث معانا من جريدة النبأ 10 شروط للحصول على للحجز على شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، تعرف عليها. الخبر الأخير معانا في النشر النهاردة وهو مطالب برلمانية بمنح المزارع 500 جنيه مساواة بالعمالة الغير منتظمة. تفاصيل النشرة. أشاد الدكتور محمود يحيى عضو مجلس النواب بالمقترح البرلماني الخاص بإعفاء صغار المزارعين المتعسرين لدى بنك التنمية والإطمئنان الزراعي من فوائد القروض، وقال يحيى لصدى البلد أن الفلاح هو عمود الاقتصاد المصري، وفي ظل الظروف التي تشهدها البلاد دعم واجب وطني، فهو يقوم بأخذ سلف زراعية بضمان المحصول وإعفاء من القروض ضروري لدعمه ودفعه للأمام للزراعة والإنتاج. كما طالب النائب الحكومي بضرورة منح صغار المزارعين الذين يمتلكون أقل من فدان منحة 500 جنيه تساويا بالعمالة الغير منتظمة، ودعم في شراء أسعار المحاصيل عن طريق ثبوت أسعار وتسويق المحصول. وكان بعد ذلك أن تقدم محمود عادل شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان اليوم الخميس بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية والزراعة لإعفاء صغار المزارعين المتعسرين لدى بنك التنمية والإئتمان الزراعي من فوائد القروض. كما أوضح النائب في مقترحه إن المزارعين كغيرهم من باقي القطاعات المتضررة تعاني من أشد المعاناة قبل أزمة فيروس كورونا، وحتى بعد وقوعها وزاد حدة المعاناة نتيجة تعذر البعض عن القيام بترويج محصيله وبيعها بسبب الظروف الراهنة، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لهم، وأصبح البعض طبعا من صغار المزارعين عاجز عن توفير احتياجاته المعيشية والزراعية. كما أكد النائب كفر الدوار لابد من الوصول إلى صيغة تفاهم بين وزارة الزراعة وبنك التنمية الزراعي لدعم المزارعين في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لدعم الفئات المتضررة من الأزمة الحالية من خلال مبادرة بإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض. وقال عضو لجنة الزراعة إلى إن هناك مزارعين صدر في حقيتهم أحكام قضائية بالحبس وأصبحوا مهددين هم وأسرهم نتيجة عجزهم عن الوفاء بالتزامات المالية الواقعة عن عانقهم، وهم يتطلب تدخل من وزارة الزراعة. الخبر الخاص بالفلاحين الأول. بعد كده معانا خبر آخر من جريدة الوطن وهو جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2020 في البريد والتأمينات والبنوك خلال شهر رمضان بعد التعديل. التفاصيل. معاد صرف معاشات شهر مايو 2020 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر عن جداول مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2020 بعد التعديل ضمن الإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من فيروس كورونا. وكانت قد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي
كانت قد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أنه سيتم صرف معاش شهر مايو من أول الشهر على مكائن الصراف الآلي الATM. مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2020. كما أوضحت الوزيرة أنه سيتم صرف معاشات شهر مايو في الأول من مايو، أي من صباح يوم الجمعة، عبر ماكينات الصراف الآلي الATM على مستوى الجمهورية. أما صرف المعاشات عبر مكاتب البريد والبنوك فمن المقرر تقسيمه على مدار الأسبوع الأول والثاني من شهر مايو. أما من يتم صرفه عبر مكاتب التأمينات والبريد فسيتم تقسيم المعاش على مدار 10 أيام خلال فترة زمنية محددة من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا. أما موعد صرف المعاشات المحولة على البنوك فهتبقى بداية من يوم الأحد 3 مايو. أما بخصوص جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2020 فهي تتمثل في الآتي: أولا، أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه يوميا يوم الحد، أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه هتقبض المعاش يوم الحد ويوم الاثنين 3 و4 مايو. أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه هتقبض يوم الثلاث والأربع 5 و6 مايو. أصحاب المعاشات الأقل من 3000 جنيه هتقبض يوم الخميس والسبت 7 مايو و9 مايو. أصحاب المعاشات الأكثر من 3000 جنيه بداية من يوم الاثنين 10 مايو. كانت وزارة التضامن قد أجرت تعديل على جدول صرف المعاشات بعد قرار الحكومة المصرية بإعلان يوم السبت الأول من مايو أجازة رسمية لموظفي القطاع الحكومي بمناسبة عيد العمال. كما تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بعد غدا الأحد صرف معاش التضامن الاجتماعي لجميع المستفيدين بمختلف المحافظات وفقا للمواعيد المعلن عنها. ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات التضامن الاجتماعي لكافة المستفيدين لمن يبلغ قيمة المعاش أقل من 1000 جنيه مصري. الخبر الثاني معنا وهو من جريدة اليوم السابع وبعنوان: التضامن تبدأ صرف معاشات شهر مايو غدا لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه. كتب مدحت وهبة يوم السبت 2/5/2020 الساعة 3 صباحا في جريدة اليوم السابع: تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا الأحد صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2,400,000 قائم بالصرف. سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والاثنين الموافق الثالث والرابع من شهر مايو. كانت نيفين القباج وزيرة التضامن قررت إجراء تعديل خطة على المعاشات بشهر مايو تماشيا مع تقرر من اعتبار يوم السبت 2 مايو أجازة رسمية بدلا من يوم 1 مايو. وأخيرا من جريدة النبأ: 10 شروط للحجز في شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة تعرف عليها. كتب الأستاذ عبد الهادي أبو طالب في جريدة النبأ الإخبارية: أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة طرح عدد كبير من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل خلال الفترة الماضية، حيث تم طرح 12 إعلان بالمشروع منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 مشروع توفير 1,000,000 وحدة سكنية للفئات محدودي الدخل. وتجهز وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في الوقت الحالي طرح جديد لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي من خلال الإعلان 13، والمقرر طرحه خلال أيام قليلة مقبلة بناء على التصريحات الصادرة من مسؤولي وزارة الإسكان، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة ببناء وتشييد 250,000 وحدة إسكان اجتماعي بخلاف المشروعات. وهناك مجموعة من الشروط الواجب توفرها للتقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي المترقب طرحه قريبا، ترصدها جريدة النبأ في السطور الآتية: أولا، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام
ولا يزيد عن 50 عام في تاريخ نهاية الإعلان. 2- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة. 3- أن يكون المتقدم من محدود الدخل ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 68,400 جنيه سنويا للأسرة، أو بما يعادل 5,700 جنيه شهريا، وعن 50,400 جنيه للأعزب بما يعادل 4,200 جنيه شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل 1,300 جنيه. 4- لا يحق للمتقدم أو الأسرة إذا كان الزوج أو الزوجة تقدم الحجز أكثر من وحدة. 5- يقر المتقدم بأنه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو لأسرته. 6- أن يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض من وزارة الإسكان له. 7- ألا يكون المتقدم إذا كان الأسرة أو الزوج أو الزوجة قد استفاد بقرض تعاوني. 8- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها التي يقوم بها الشواء. 9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم لمدة 7 سنوات، مع العلم مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها بقرار 93 سنة 2018. وأخيرا يقرر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة عنه في مدة الحجز. أتمنى أن يكون الفيديو عجب حضراتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، وتفعلوا زر الجرس علشان كل الفيديوهات اللي هنزلها توصلكم أول بأول. شكرا ليكم على حسن المتابعة.